فخامة الرئيس، معالي الوزراء، سعادة السفراء، الحضور الكريم، بشرفني يكون معكم اليوم بهالحدث الكبير. إن شاء الله دايما لبنان يكون واحد تلاقي لأبنائه المقيمين والمغتربين ولكل الأحبة بهالدنيا. والموسيقى إن شاء الله دايما تجمعنا وتزين كل لقاءاتنا. يكفينا الحب.
احبابنا قلبه ونسم يا هوى الهادي بين ربوعنا حلو ضحكة زهرات الوادي وبالفيات غنينا وعلى المياه تلاقينا وبالاقصار ما حلو ينسى الطير الشادي احنا حكايه في بالي ومن نغمات موالي احنا حكايه في بالي ومن نغمات موالي ولما الناس تحيا له بين النجمات دلالي لما الناس تحيا له بين الغابات دلالي يا ساغس that you have to sing the song with me. You have to. Everybody knows it. Yeah.
عطر بلادي. قالوا ليه ما تروحي؟ قلت لهم قلبي عنده. قالوا لي عنده مشاكل. قلت لهم مستعد واجهها معه. قالوا لي ما رح تنجحوا سوا. قلت لهم أنا مآمنة فيه. قالوا لي ليه رجعتي؟ قلت لهم لأنه نحن بحاجة للبنان أكتر مما هو بحاجة لنا. لقونا بالمؤتمر السادس للطاقة الاغترابية اللبنانية بسبعة، ثمانية وتسعة حزيران بذا باركس بيال. فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الحضور الكريم، أنا اليوم واقفة قدامكم كمغتربة لبنانية وفخورة من كل قلبي، وصراحة قلبي عم يضيق وما عم صدق قد ايه في عالم موجودين اليوم. قالوا لي انه في فوق ال 2500 شخص من كل انحاء العالم. فخوره كسفيره ال LDE الطاقه الاغترابيه اللبنانيه. بدي اخبركم شوي عن قصتي. انا ما عم صدق انه انا واقفه هون اليوم كلبنانيه، مش كاستراليه، كلبنانيه، وبقولها بكل فخر. أنا أهلي بعدهم عايشين بأستراليا. جيت لهون كان عمري تقريباً 19 سنة. سنة صارت سنتين، سنتين صاروا ثلاثة، ثلاث سنين صاروا أربعة. الوقت كان عم يمرق والنجاح كان عم يكبر. كنت طفلة وقت جيت لهون، ودائماً بيقولوا لي إنه وقت أنت تكوني طفلة ما بتعرفي شو بدك بالحياة، ما بتعرفي وين بدك تكوني، ما بتعرفي تاخدي قرارات. صح، يمكن ما كنت عارفة بوقتها، بس كان في شيء أنا كنت حاسته. وقت يسألوني ليه بتحبي أمك؟ أنا ما بعرف ليه بحبها لأمي، بس هي أمي. ليه بتحبي بلدك؟ أنا ما بعرف ليه بحبه لبلدي، بس هيدا بلدي. أنا هون بحس حالي مبسوطة، سعيدة من كل قلبي. النجاح حلو، حلو كتير إنه نحن نكون سكسسفل بالحياة ونوصل ونحلم، بس إنه كيف بيكمل النجاح من دون السعادة الحقيقية؟ أنا ما بتخيل النجاح ممكن يكمل من دون سعادة جواتي. معلقة بهذا البلد، معلقة ببلدي. وصلت لهون بدي أعرف أنا من وين، أهلي وين، وين ضيعتي. بدي أتعلم اللغة أكتر وأكتر. بسافر لبرا، ما بقول لهم للعالم إنه أنا أسترالية، بقول لهم أنا لبنانية. أنا خلقت وربيت بأستراليا بس أنا لبنانية. تقريبا من شي سنتين كان ال LDE، أنا ما كنت موجودة معكم من شي سنتين، بس كان في جروب من البرازيل وتعرفت عليهم وطلعوا على بسكنتا، طلعوا على ضيعتهم على بسكنتا لأول مرة وتفاجئوا وما كانوا عم بيصدقوا. وصلوا قالوا عن جد هيدي ضيعتنا؟ إنه بدهم يعرفوا أكثر عن بلدهم. واصلين مثل الطفل الصغير اللي ما بيعرف شيء عن بلده، بده يكتشف وبده يعرف وبده ينبسط وبده يتعلم اللغة وبده يشوف. أنا بعرف إنه في كتير منكم موجودين معنا اليوم، عبالكم تبقوا وعبالكم تعطوا أكثر لبلدكم. نحن اليوم مجتمعين لأنه عم نشجعكم أكيد to come back, to invest in our country, to give back to your country. بس صدقوني البلد حيعطيكم أكثر مما أنتم حتعطوه. صدقوني هيدي من خبرتي أنا الصغيرة المتواضعة. أنا نجحت ببلدي، صار لي تقريباً تسعة سنين هون، يعني
حتصير 10 سنين next year. It's gonna be my 10th year anniversary in my country. يا ريت في لكم ترجعوا تعيشوا هون، مش بس تعطوا لبلدكم، تعطوا فرصة انه تعيشوا فيه، تأمنوا فيه مثل ما انا امنت فيه. عبالي شوف حدا منكم من المغتربين يلي قاعدين بالجمهور واقفين محلي السنة الجاية والسنة اللي بعدها عم يحكوا عن قصتهم، كيف هن رجعوا على بلدهم، كيف عطوا كل شيء لبلدهم. ما بعرف شو بعد بدي اقول. حضرت سبيتش وما قريت الورقة لانه كان عن جد بدي احكيكم من قلبي. I'm so proud to be here today. I'm sorry عم خلط بين الانجليزي وبين العربي. To my mom and to my dad, thank you لأنه خليتوني أرجع على بلدي. وبعرف قد ايه هذا الموضوع كان صعب عليكم. أهلي بعدهم عايشين برا بأستراليا وأنا بعدت عنهم. To follow my heart لأنه أنا روحي موجودة هون، فبقدم هالوقفة لأمي ولبيي لأنه بعرف قد ايه صعب إنه الإنسان يبعد عن أهله والولاد يبعدوا عن أهلهم. قصة المؤتمر الطاقة الاختربية مش غريبة عنكم، وبلشت الفكرة صغيرة وصار حدث بينتروه كل اللبنانية اللي عايشين هون واللي عايشين برا. حنشوف فيديو صغير سوا هلا. كان اللقاء مجرد فكرة، حلم روادنا دايما بيلتقي فيه الانتشار اللبناني والوطن الأم لبنان. تبلورت الأفكار وتكثفت الجهود وانطلق العمل الجدي لخطة استراتيجية بتبدأ بخطوة أولى برحلة الألف ميل الاغترابية. فكان أول لقاء بمؤتمر الطاقة الاغترابية LDE 2014 اللي تخطت المشاركة فيه والتشجيع الرسمي والشعبي كل توقعاتنا. نجاح استحقه المؤتمر بفضل دعمكم وصار منصة لمشاريع طموحة بتعيد الاعتبار لكل منتشر ولارتباطه بوطن الأرز. صار هيدا المؤتمر مكان لطرح كل المبادرات والقضايا ومعالجة كل ما ينتاب المنتشرين من قلق تجاه وطنهم، وتعززت الشراكة والثقة بينهم وبين الدولة اللبنانية، وتوالت الدورات وطورنا برامجها ومستواها وغطت المشاركة فيها كل أبناء الانتشار بالقارات الخمس. بمؤتمر الطاقة الاغترابية تمكننا من صياغة خطط تنفيذية لإعادة المنتشرين لوطنهم وليشعروا بالفخر بهويتهم الأم. استعدنا معهم أهمية حفظ الوطن ودعمه وين ما كانوا بدول الانتشار. بمؤتمر الطاقة الاغترابية نجحنا بجذب الطاقات اللبنانية العملاقة وتوجيهها بالأنوات الصحيحة ليكون لبنان مركز التفكير والاهتمام بالعالم. بمؤتمرات الـ LDE ساهمنا بتواصل اللبناني المنتشر مع نظيره بالانتشار وبالوطن الأم. اليوم بتنطلق الدورة السادسة للمؤتمر بلبنان وال15 بالعالم، ودايما كان اللقاء موعد تجدد وتطوير بسبل تقريب المسافات ليتخطى الحوار أقاصي الانتشار. هالمرة عنواننا هو دياسبورا إن أكشن، لنحتفل سوا بالجالية الناشطة اللي عطول بترفع اسم لبنان بالعالي، ولما ينسى ولا مغترب وطنه لبنان الرسالة والقيمة والفكرة. LDE 2019 بيفتخر اليوم بالنجاحات اللي تحققت بالسنوات السابقة. هيدي السنة كمان عم نجمع عدد كبير من اللبنانيين ونقدم لهم مشاريع جديدة، من بينها منصة للتواصل الإلكتروني ومنتدى الأعمال وقرية الشركات الناشئة لتشجيع رواد الأعمال اللبنانيين بالمجال الإلكتروني ليقدروا يحققوا طموحاتهم الدولية. كما وأنه أطلقنا مسابقة للمشاريع الناشئة لنعطي رواد الأعمال الشباب فرصة ليشاركوا مشاريعهم الناشئة مع جمهور كبير ومن بينهم مستثمرين كتار. هيدا والعمل مستمر ودايما لمزيد من الفرص لربط لبنان بالانتشار، وسوا رح نقدر نحقق الفرق اللي منتمناه تصير عنا رؤية موحدة لمستقبلنا بلبنان والعالم. لأنه لبنان صغير بمساحته صار مع المنتشرين حدود العالم. وهلا بنفتتح مؤتمر الطاقة الاغترابية مع معالي الوزير جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين.
فخامة الرئيس، أيها المنتشرون اللبنانيون، أهلا وسهلا بكم بين أهلكم وتحت سماء وطنكم. أنتم قادمون من أوطان انتشاركم 107 السنة في رحلة حج إلى وطن أجدادكم للمشاركة برقم قياسي جديد في مؤتمر الطاقة الاختيارية السادس في بيروت والخمستاعش في العالم. تأتون والشوق يشدكم إلى أرضكم، وأصداء نجاحات لقائنا تجذبكم إليها. تأتون في رحلة حج، والحج إلى لبنان يجب أن يكون فريضة صلاة. فنحن في أيام الفطر السعيد، وفي السنة التي وضع فيها الحبر الأعظم لبنان على خارطة الحج الديني، لبنان استقبل السيد المسيح وتلاميذه وأمه على أرض الجنوب. هو قدسها قبل أن يقدسها اللبنانيون بدمائهم لتحريرها. تحجون إلى وطن زرع منذ فجر التاريخ الخير في العالم حرفا ومركبا وبنيانا. وأنتم أكملتم رسالة لبنان عبر بناء أوطان انتشاركم، فكنتم رسل حضارة إلى العالم. هناك من نسي أن سليمان حين بنى هيكل الله استنجد بملك صور للبنائين ولخشب الأرز، ليأتي اليوم أحفاد سليمان ويقصف صور نفسها تدميرا. وهناك من نسي أيضا أن قانا استضافت المعجزة الإلهية الأولى بطلب من مريم، فأمطر أطفالها بقذائف الكراهية وحول عرسها إلى مأتم. وكان رد لبنان أنه أضحى البلد الوحيد في العالم الذي يعيد عيد بشارة مريم بمسيحيه ومسلميه. هذا هو لبنان الكبير الذي نحن على أبواب المئوية الأولى لإعلانه، حيث أبى الآباء المؤسسون وعلى رأسهم البطريرك الحويك إلا أن يكون متنوعا فكان كبيرا. كبيرا بأهل عكار ومرج عيون وحصبية والهرمل، وبكم أنتم المنتشرين. وهناك من لا يزال يصر أن يكون صغيرا ومن دونكم. نحن وإياكم سنرسل أكبر رسالة إلى الداخل والخارج خلال مؤتمرنا المركزي السابع الذي نقيمه خصيصا في 10، 11، و12 تموز من العام 2020، ليكون كبيرا وحاشدا بمنتشريه. رسالة نقول فيها أن لبنان مختبر الإنسانية، ننجح فيه معا في العيش معا، مسلمين ومسيحيين، مقيمين ومنتشرين، متساوين ومتناصفين أمام القانون والدستور والميثاق. القانون هو الحكم، الوطن هو الانتظام، والدولة هي الحامي. علها تكون مدنية لنكون متمدنين. أيها المنتشرون، منذ استلامي وزارة الخارجية وأنا أشعر بكبر المسؤولية وكثرة التقصير تجاهكم، فأنا مدرك بأن توازن لبنان الداخلي لا يكتمل إلا بتوازنه مع انتشاره، وهذا ما لم يتحقق بعد. لقد أنجزنا الكثير، ولكن المتبقي أكثر.
ولا يمكن إنهاؤه من دون جهودكم معنا في تحقيق التالي. أولاً اللبنانية لبنيتي. لقد كرسنا مفهوماً لانتمائنا اللبناني هو فوق أي انتماء آخر، وقلنا أنه جيني، وهو التفسير الوحيد لتشابهنا وتمايزنا معاً، لمرونتنا وصلابتنا معاً، لتحملنا وتأقلمنا، ولقدرتنا على الدمج والاندماج معاً من جهة، وعلى رفض اللجوء والنزوح معاً من جهة أخرى. كلها تناقضات متكاملة لا تجدها في أي جنس بشري غير الجنس اللبناني، وهذا ما أبقانا على قيد الحياة. هذا ما أبقانا على قيد الحياة بروح المقاومة فينا، وهذا ما حفظ وطننا حتى الآن باللبنانية التي نعيشها والتي لا معنى لها من دونكم، إلا أننا لم ننجح في تحويلها بعد إلى نهج وطني يترجم سياسات وإجراءات متتابعة. ثانياً الجنسية. لقد نجحنا في إقرار قانون استعادة الجنسية وفي إعطائها لمئات اللبنانيين الذين لم يتوقعوا أن يحصلوا عليها يوماً، إلا أننا نحتاج إليكم أنتم كجنود للجنسية لبنتي سولجرز لنتمكن من الوصول إلى مئات الآلاف منهم. نحن نطور عملنا تباعاً، ووسائل الحصول على الجنسية أصبحت 4، ونأمل أن تصبح 5 بإقرار قانون يحترم مقدمة الدستور لناحية منع التوطين، ويمنح الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي. ها نحن نطلق اليوم دليل الجنسية الذي يشرح الطرق 4، وقد أنشأنا لذلك كول سنتر في الوزارة. 1 استعادة الجنسية، وهي خدمة إلكترونية أونلاين على موقع اللبنتي. 2 تسجيل الولادة أو الزواج في البعثات اللبنانية. هذه المعاملات القنصلية بدأت تصبح أيضاً إلكترونية. 3 قانون اختيار الجنسية، وهو مخصص للذين اختاروا الجنسية اللبنانية وتسجلوا ما بين الأعوام 52 و58 وبقيت ملفاتهم مخزنة وغير منفذة. وهنا نعلمكم أننا نبشنا من غياهب النسيان ومن دهاليز الوزارة عشرات الآلاف لملفات عائدة لآبائكم وأجدادكم، وبدأنا بتنفيذها وإرسالها إلى السفارات لإبلاغ المعنيين بها، ونطلب إليكم الاتصال بنا بالكول سنتر أو بالسفارات للاستفسار عن ورود أسمائكم. جنسيتكم تنتظركم، أنتم بادروا بالاتصال لأن لبنان ينتظركم. 4 مرسوم التجنس الذي يمنحه رئيس الدولة بالاشتراك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، وهي صلاحية تقديرية تعود له. ونقترح إذا سمح فخامته بأن تعطى الأولوية فيها وبشكل دوري دائم لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي إلى حين إقرار القانون، وطبعا مع
احترام الدستور لناحية منع التوطين ورفضه رفضا مطلقا. اعطاء الأولوية للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي وللمنتشرين اللبنانيين الذين لا تنطبق عليهم الحالات الثلاث السابقة التي ذكرتها. أيها المنتشرون، احصلوا على جنسيتكم، يحصل لبنان على قوته. ثالثا، الانتخابات لقد شكلت التجربة الأولى نجاحا كبيرا لم يكن متوقعا، خاصة لناحية حسن سير العملية ونسبة التسجيل ونسبة المشاركة. إلا أن تسجيل 90,000 وانتخاب 50,000 يبقى أقل بكثير مما نتوقعه للمرة المقبلة. وكنت قد تقدمت بعد الانتخابات بمشروع قانون يصحح أخطاء القانون الأخير لناحية الآليات المتبعة ويسهلها. تذكروا أنه سيكون لكم في الانتخابات المقبلة ولأول مرة بتاريخ لبنان 6 نواب يمثلون الانتشار اللبناني بكافة قاراته. كونوا كثرا بمئات الآلاف لكي نعمل معكم على مضاعفة عدد النواب الذين يمثلونكم. لا يمكن للبناني المنتشر أن يعيش في حالة انفصام، فيكون ديمقراطيا مدنيا في الخارج ويعود إلى مربعه في الداخل. إنها مسؤوليتكم في التغيير وفي تطوير النموذج اللبناني ليكون على شكلتكم. رابعا، تسهيل معاملاتكم. لقد جهدنا لتحسين خدمتكم في بعثاتنا، وقد حان الوقت لكي أعلن لكم عن إنشاء المنصة الإلكترونية إيموفا التي بدأت بالعمل التجريبي هذا الشهر في سفارة واشنطن، وستنتقل تباعا هذه السنة لتصل إلى كل البعثات. عوض أن تأتوا أنتم إلينا، نحن سنذهب إليكم بخدماتنا الإلكترونية، ولبنان سيخدمكم أينما كنتم. خامسا، تقوية الروابط. ونحن نشعر كم تحسن ارتباطكم بلبنان وكم زادت أعدادكم من المشاركين والزائرين، إلا أننا نريد انتماء أشمل. ها نحن نستمر بالLDE ونتوسع، وها نحن نطلق إليكم هذا الشهر دفعة من 43 دبلوماسيا جديدا سينتشرون في كل السفارات وعظمهم من النساء. وها نحن نطلق إليكم هذا الأسبوع ولأول مرة بتاريخ لبنان 20 ملحقا اقتصاديا. وها نحن عيننا عددا كبيرا من القناصل الفخريين الجدد، نضيفهم إلى الموجودين لتصبح شبكتنا القنصلية الفخرية منتشرة في 149 مدينة عالمية، إضافة إلى 70 البعثة التي سنزيدها أكثر بأربعة هذه السنة. ونقيم لهم دورة دبلوماسية فاعلة نهار الاثنين المقبل. وعلى فكرة الدبلوماسيين ودبلوماسيين الوزارة الحاليين والجدد 43 وال25 يلي التحقوا امبارحة، والملحقين الاقتصاديين والأناصر الفخريين هن معنا اليوم، من قلهم مبروك وزقفة كتير كبيرة لقلهم.
وها نحن نفعل برامج الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الغذائية جاسترو دبلوماسي والليبانون كونكت واستثمر لنبقى invest to stay وغرفة التجارة اللبنانية العالمية وكل ما يلزم لتكون شبكتنا أقوى واللوبي اللبناني في العالم أفعل. أيها المنتشرون، هذا المؤتمر نريده موعدا للطلاق ولكن للإنجاز أيضا، وقد اخترنا أن ينعقد هذه السنة تحت عنوان الانتشار يفعل Diaspora in Action، بصورة اللبناني المنتشر صاحب الحركة الدائمة حدوده العالم ولبنان دائما في قلبه. المنتشر نريده فاعلا داخل لبنان أيضا. لذلك مواضيع المؤتمر هذه السنة تشمل الشراكة الفاعلة بين لبنان المقيم والمنتشر، والتي لا نريدها حنينية فقط أو سياحية عابرة، بل اقتصادية عابرة للقارات. لبنان الذي ينتظر الدعم الخارجي الاقتصادي يمكنه الاكتفاء بطاقات انتشاره لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومن غيركم أولى بأن يكون شريك الدولة في معمل الكهرباء ومعمل النفايات وسكك الحديد والمرافق البحرية وكل المشاريع الاستثمارية الضخمة. من شأن مؤتمرنا في زمن إقرار الموازنة الصعبة أن يسهم إيجاباً بنمو الاقتصاد وتفعيل التبادل التجاري بين لبنان ودول الانتشار بزيادة الصادرات إليها، وأن يسهم بتشجيع الشركات الناشئة وبمشاريع إعادة أعمار سوريا والمشرق. كما ننهي لقاءنا بزيارة المغترب بيت المغترب الذي شارف على الانتهاء لتنطلق نشاطاته كافة هذه السنة، ونفتتح الأحد أول معرض للانتشار في متحف المغترب. أيها المنتشرون، هذه السنة نطلق الـ LDE Youth LDE الشباب، مؤتمر الطاقة الاغترابية للشباب، إيمانا منا بشباب لبنان، ونخصهم كما فعلنا بكندا بستارت أب فيليج، ونطلق برامج مخصصة لهم، وأول برنامج للسياحة السياسية PTP Program Political Tourism Program، حيث سنستضيف هذا الصيف ولمدة أسبوعين في بيت المغترب طلاب لبنانيين في الخارج ليجولوا على المقرات الرسمية وعلى السياسة اللبنانية، فيكونوا مستعدين ليلعبوا أدوارا عامة ويشاركوا في تطوير الحياة السياسية في لبنان. لن نقبل وإياهم أن يكون للقاضي سمسار وللشرطي ثمن، وأن يبقى جرور الموظف مفتوحا، وأن لا نستبدل سجل العار ببرنامج إلكتروني. ولن نقبل وإياهم أن تحمي الدولة المذهبية الفاسد والمرتشي والمرتكب باسم مذهبه. ولن نقبل وإياكم أن يكون وطننا حلم الوطن البديل لغيرنا، بل نريده أن يبقى حلمنا نحن بالعودة إليه. فلا يحل الفلسطيني مكان ابن الجنوب، ولا يحل السوري مكان ابن البقاع وعكار، ولا يحل في لبنان إلا ابن اللبناني المنتشر صاحب الحق الأول في وطنه الأول. فخامة الرئيس، إننا أبناء من طحنوا الصخور وحولوها ترابا للزراعة، وأبناء من سقلوا الصخر بنيانا وفنا وحضارة، وأنت صخرة هذا الوطن، بقيت صامداً
أنت صخرة هذا الوطن، بقيت صامدا لنبني معك هذا البناء الاغترابي فيتعزز معه صمود لبنان. إنسانيتك وكبرياؤك معا جعلوا شعبك اللبناني، هم وهو شعبك اللبناني الذي تفوق إنسانيته أولئك المتبجحين فيها. فما أقفل يوما الباب أمام جائع أو مضطهد أو نازح أو لاجئ وأبى بكبريائه في ظلمة حاجته وجوعه وتشرده أن يمد اليد لاستعطاء مساعدة، كان إيمانه ورجاؤه بالله كفيل بنهضته كل مرة، فما عرف الانكسار أو اليأس ولن يخنع اليوم أمام ضائقة اقتصادية. لذلك نجدد العهد لهم اليوم أمامك كشاهد وأمين على تضحياتهم ونضالاتهم، بأننا لن نهدر ثرواتنا الطبيعية ولن نفرط بطاقاتنا اللبنانية المقيمة والمنتشرة، ومع مئوية لبنان الكبير سنجدد التزامنا بنهائية لبنان وبحقه الأزلي في الوجود والتنوع والتميز، وسيبقى لبنان رسالة إلى ما لا نهاية. عشتم، عاشت اللبنانية وعاش لبنان. ننتقل للمتحدث الأول البروفيسور جان مارك الأيوبي، رئيس قسم التوليد والنساء وعضو بمجلس الاستراتيجي بمستشفى فوش بفرنسا. فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، نحييك من باريس ونحيي المنتشرين الذين جاءوا إلى وطنهم الأم ليجتمعوا مع المقيمين والمنتشرين معا. حضرات الوزراء والنواب، أيها الحفل الكريم، اعذروني إذا حكيت بلغة الأم اللي هي لغة الكورة الخضراء. لغة جبل وسهل الزيتون المشرف على البحر، لغة قريتي الغير معروفة اللي هي اسمها برغون، التي تكتمل مع بلدة أنفة، وفي هذه البلدتان تلقيت دروسي في المدرسة الرسمية. أنتهز هذه الفرصة أمامكم جميعاً لأشكر أول أستاذ درسني في المدرسة، لأني لو لم يدرسني لما كنت هنا اليوم. الأستاذ مجيد المليس اللي كان كل يوم الصبح يجي من ضيعته مشي على الضيعة لعنا، ومن عشي يلحق كل تلميذ بتلميذه تيدرسوا في المدرسة الرسمية، الذي أحيي هو والمدرسين والمدرسة الرسمية وكل العاملين في مجال التعليم، لأن لا يبنى وطن بدون عمل وبدون تعليم، والتعليم يأتي في الدرجة الأولى بالنسبة لي أنا. مدرسة أنفي الرسمية، ومن مدرسة أنفي إلى جامعة تولوز. بتلخيص ضروري نحكي عن السيرة الشخصية، لأنه إذا أنا هون اليوم معزوم، وأشكر معالي الوزير جبران باسيل على هذا الاجتماع الرائع الذي يعطينا الأمل في المستقبل، وأشكر باسم الجالية اللبنانية في باريس سفيرنا رامي عدوان
الذي يتمتع بديناميكية غير طبيعية. جامعة تولوز دراسة الطب تخصص وبعد التخصص أستاذ بروفيسور في جامعة تولوز في كلية طب في تولوز. بسرعة أول ما فت على الجامعة كي يستقبل كبروفيسور قال من قيام جامعة تولوز بالقرن الحادي عشر أول بروفيسور من أصل غير فرنسي يعين في جامعة تولوز الطبية. رئيس قسم الجراحة النسائية وبعد تولوز تعينت في كلية الطب في باريس الغربية، كلية الطب ورئيس مستشفى ورئيس قسم الجراحة النسائية في مستشفى فوش. بسرعة الأكاديميك والتعليم والطب كل يوم، الطب النسائي والجراحة النسائية وخصوصا معالجة العقم. أكثر من 150 أطروحة بوبليكاسيون سيانتيفيك في أهم المجلات العالمية منها The Lancet، منها Human Reproduction، منها Fertility and Sterility. لحديت أهم مشروع ريسيرش أمنا فيه بالاتحاد الأوروبي بمساعدة فريق أفريقاء عمل أطباء في الاتحاد الأوروبي وبدعم الاتحاد الأوروبي خلال 12 سنة الشغل على معالجة العقم عند النساء اللي ما عندهم رحم ونجاح زراعة الرحم اللي كانت أول زراعة رحم في فرنسا. بعض العمليات كمان في ما لح أطول بالشرح عني لأنه إذا بتفقصوا بروفيسور أيوبي جون مارك أيوبي على الجوجل أكثر من 17,000 سيتاسيون فما حكفي أكثر من هيك. بدي لكم بس أنه أبعد من السيرة الذاتية الشخصية ما هي شو أهمية هالسيرة الذاتية إذا ما حطيناها بإطار الوطن الأم، إذا ما حطيناها بإطار العلاقات التاريخية ما بين فرنسا وأوروبا ولبنان. أي سألوني أنا كأختصاصي بالعقم أي نجاح شخصي وأي تألق شخصي إذا دل شخصي وما اشترك مع الباقيين بيكون نجاح عقيم وما بيؤدي إلى نتيجة إلا على الصعيد الشخصي. فمن هون فخامة الرئيس، من هون معالي الوزراء، معالي الوزير، أهمية هالاجتماع بصقل هالطاقات اللبنانية الموجودة برا، الموجودة في الخارج، صقلة بضمن علاقات مميزة ما بين الانتشار وما بين المقيمين لخدمة الوطن الأم اللي نحن متعلقين فيه بشكل أمي، بشكل خلقان معنا، خلقان بدمنا، بشكل جاني مثل ما قال معالي الوزير. ونحن عندنا قناعة أنه قد ما تألق الإنسان وقد ما كبر وقد ما علي الشجرة قد ما كبرت وقد ما عليت إذا قصيت لها جذورها بتموت. نحن بلا لبنان وبلا جذورنا منا قادرين نكمل وما فينا نعيش سعداء مثل ما قالت الست الحلوة هلأ. آخر شيء بدي أقول أكيد نحن منقرأ الأخبار ومنتابع أخبار الوطن ومنعرف صعوبات الوطن اليومية اللي بنحكي بنسمع عنها كل يوم واللي بعض الأوقات بتشكل حالة من اليأس عند اللبنانيين. بدي أقول شغلي بس لبنان عرف مقاسي أكثر بكتير وطلع منها رافع الرأس. لبنان بلد عنده طاقات وعنده قدرات بالمقيمين وبالمنتشرين لا تعد ولا تحصى، ولكن كل هالطاقات بدها صقل باتجاه واحد. وأهم شيء باثنين نحن منأمنكم فخامة الرئيس، فخامة رئيس الجمهورية، الوزراء الحضور الكريم، منأمن المسؤولين ومنأمن حالنا إنه هذا البلد اللي نحن نعتبره من أهم وأحلى البلدان في العالم وبكل بساطة أماني برقباتكم وبرقباتنا وعلى كتافنا، وهي مسؤولية علينا تنكمل فيه. لأن وقت اللي كنا بالمدرسة نحن وصغار بيقولوا زرعوا فحصدنا نزرع ليحصدون. نحن بلد بحب العمل، نحن عنا ثقافة العمل، نرجع لازم نسقل ثقافة العمل. نحن شعب حول الجبال إلى سهول تطلع أحلى فواكه وأطيب فواكه بالعالم، بس كانت جبال ما فيها شيء. لكن ثقافة العمل عنا إياها
وثقافة العلم عنا إياها، فهو الشغلتين اللي أنا بحط عليهم الأهمية الكبرى، وبتمنى لكم مؤتمر ناجح. مبين من أوله أنه مؤتمر ناجح، وتكمل هالمؤتمرات بجهودكم العظيمة. عشتم وعاش لبنان المقيم والمنتشر. هلا ننتقل للمتحدث الثاني، السيد حيدر العلي، عالم بيئة ورئيس Green of FEDES بالسنغال، وزير البيئة ووزير المصائد والشؤون البحرية السابق. سيد العلي مؤسس مركز حماية المحيطات والموارد المائية أسنايم، تفضل. إكسلنس مسيو لو بريزيدان، messieurs les membres du gouvernement, messieurs les autorités religieuses, honorables invités. Pardonnez-moi de parler français, je suis né au Sénégal, mais aujourd'hui c'est un grand et très beau jour pour moi, parce que ma femme sénégalaise Diola et mes enfants nés là-bas apprendront à mon retour que leur pays les reconnaît et qu'ils auront la nationalité. Merci pour cela. Je suis né au Sénégal et ma seule et unique préoccupation est l'environnement. Vous êtes des hommes d'affaires pour la plupart et nous vivons chacun en Colombie, au Brésil, au Sénégal, en Afrique, partout, au Gabon, dans des pays d'accueil merveilleux. Et nous partageons dans ces pays d'accueil, avec les populations autochtones, avec nos frères et nos amis, des relations excellentes. Moi, je dirige une association qui s'appelle l'Océanium, qui a créé des aires marines protégées, qui a planté 156 millions de mangroves, et qui cette année a décidé, d'offrir à la planète, au Sénégal, 100 millions de graines pour reboiser les forêts. Mais qui se souviendra des hommes d'affaires que vous êtes? Au fond, à part vos parents, vos amis, vos frères, la planète Terre ne s'en souviendra pas. Parce que nous parlons du Liban, qui est dans une planète et qui, elle, est en train de vous appeler au secours tous les jours. La mer disparaît, les ressources de la biodiversité disparaissent. Quand j'étais petit, il y avait 10 000 milliards d'arbres sur la Terre. Au début de l'humanité, il y avait 36 000 milliards d'arbres sur la Terre. Aujourd'hui, il y en a 3 000 milliards. Jusqu'à quand nous allons observer cette planète qui nous appelle à son secours, jusqu'à quand nous allons l'observer en train de mourir sans rien faire? Et j'ai apprécié quand Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui m'a invité et grâce à qui je suis là, à parler de poubelle, le seul mot de l'environnement que j'ai entendu. Et je suis désolé, mais la planète a besoin de nous. Il faut donc que nous lui rendions ce que, en partie, elle nous a donné, parce que si nous avons réussi, c'est grâce à la planète. Si nous avons réussi, c'est parce que les ressources étaient là, et aujourd'hui, les ressources disparaissent. Alors, plutôt que de vous commander les miettes qui sont dans vos poches, je voudrais vous offrir une idée. Je voudrais que, ensemble, nous décidions, parce que nous sommes présents partout dans le monde, et partout dans le monde, nous faisons des œuvres sociales, nous sommes présents partout. Alors, je voudrais vous proposer que nous, les Libanais, on sauve la planète. Bon, ceux qui veulent rire, vous pouvez rire. Après, je continue. C'est possible. C'est possible que cela vienne de nous parce que nous sommes partout. Nous ne sommes pas encore sur la Lune, mais bientôt. Comment? Supposez, chers amis, qu'au Sénégal, nous décidions de faire la forêt du Liban au Sénégal. Quand j'étais ministre de l'Environnement, j'avais lancé cette idée. La forêt du Liban au Sénégal, avec 1000 hectares de forêt que nous reforestons ensemble. Parce qu'au Sénégal, je suis étonné, nous sommes 35 000 Libanais
Et les Sénégalaises, elles chantent hindou. Elles ne dansent pas le dabke. Elles chantent hindou. Pourquoi? C'est nous qui faisons du social. C'est nous qui sommes là et elles chantent hindou. J'aime le hindou, mais je trouve dommage qu'elles ne chantent pas le dabke et Im Kalsoum et Fayrouz. Alors comment, dans cette forêt du Liban au Sénégal, qui après sera reproduit en Colombie, sera reproduit au Brésil, sera reproduit partout où nous sommes, et sera reproduit, je l'espère, par d'autres pays, permettront que la planète Terre se souvienne de nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on a réussi dans les affaires qu'elle va se souvenir de nous. C'est parce que nous aurons fait quelque chose pour elle, sans rien attendre, sinon que de l'aider aujourd'hui où elle a besoin de nous. Parce que la planète souffre, le réchauffement climatique, les neiges fondent, les poissons disparaissent, la biodiversité disparaît, tout disparaît. Et nous regardons cela sans penser à nos enfants qui demain vont grandir et ne vont rien trouver là. Alors j'en appelle à votre courage. J'en appelle à votre sympathie. Quand vous marchez dans les montagnes, ramassez des graines que vous plantez dans la terre. Ne pensez pas que c'est une action petite, c'est une grande action. Parce que si chacun de nous fait cela au quotidien, alors nous aurons fait une grande action. Mais je vous en prie, faisons la forêt du Liban au Sénégal, 1000 hectares, dans lequel nous nous retrouverons de temps en temps à chanter et à danser le dabke, que nous partagerons avec les populations sénégalaises. Faisons ensuite différentes forêts partout dans le monde et alors là, la planète se souviendra de nous. Merci. Thank you. المتحدث الثالث السيد خيسوس السعادة مفاوض دولي ودبلوماسي اقتصادي وأكاديمي احتل مراكز عليا بالحكومة المكسيكية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأهم الجامعات ببريتن، فرانس، هونغ كونغ، مكسيكو and تشاينا. تفضل. Son Excellence, le très distingué Président Michel Aoun, Your Excellency, the Minister of Foreign Affairs of Lebanon, Gibran Basil, Excellencies, I am deeply honored and grateful to the organizers and to the government of Lebanon for thinking of me to join this fantastic gathering of children of Lebanon and to join this inaugural ceremony. My wife, Dalcy, and I are very grateful to the very distinguished Ambassador of Lebanon in Mexico, Sami Inmer, for making this happen. I am particularly proud to be here, given that Mexico has sent a very strong delegation of 150 children of Lebanon, which I understand is one of the biggest here, even bigger from Brazil, a country that I love and whose language I am very proud to speak, from Latin America, from around the world. We, the Lebanese, go back 7,000 years in history, like the cedars of Lebanon. We go back in the person of our admired ancestors, the Phoenicians, fathers of the Mediterranean, the cradle of universal culture, kings of trade, as their descendants have continued to be, because many of you are involved in trade in different forms, creators of the first alphabet, one that many of you or some of you may not know. The Phoenicians were the creators of the first double entry accounting system. Okay? From all that, I believe, comes a characteristic that we, the Lebanese, have, which is a passion for universality, a passion for globalization. This is how a country of 6 million people
has more than twice as many children around the world. A global community that has given the world, our societies around the world, stars of the first order, such as Gibran Khalil Gibran, Amin Maalouf, the great singer and composer Paul Anka, the great director, creator of the Swatch and the smart car, Nicholas Hayek, my very dear friend, co-national, Carlos Slim, and many fantastically important businessmen around the world, throughout Latin America, and in this room. This love for the world in each of us, children of Lebanon, in my case, for example, led me to start learning languages outside my school and without my parents knowing when I was 12. Has taken me to live and to teach in, to be a professor in countries like the United Kingdom, France, Hong Kong, and China. To be a negotiator and a very senior head of institution in the World Trade Organization, in the World Bank, in the International Monetary Fund. Ambassador of my country in Europe, and negotiator of all matters trade for Mexico in North America. And that's how, extrapolating from my personal experience, we are here, all of us, the Lebanese, in love with our country of origin, Lebanon, in love with our countries where we live, some of you in Lebanon, some of you in Brazil, in Mexico, in Colombia, but all of us in love with the world. Our life, our primary definition of ourselves is to be the great migrants, a country of migrants, a country that loves the other side of every border, creating bonds and bringing benefits around the world. Nevertheless, I would like to make some kind of proposal. I believe that our societies around the world, even though they are fantastically cohesive, we love each other, we call each other cousin, brother. Nevertheless, our union is very social. And I believe it can go further. And I just want to very quickly put three ideas to you. One, at the country level, I believe Lebanon is absolutely in a great position to go out more than in the past, more than in the recent past. It's a country of great people, tremendous preparation, tremendous training. You have to be the big exporters of services to the region and to the world. The Singapore of greater Europe. Secondly, I would suggest, put to the consideration of the Minister of Foreign Affairs of Lebanon, that through the help of all of us around the world, the Lebanese, some kind of foundation be created to promote the Lebanese unity more forcefully than we do. Right now, it's a social network we have. We need to have some kind of foundation, some kind of Alliance Libanaise to push the language, the culture, and everything. And finally, to organize the lobby, our interests. Like our neighbors, the Jewish, do, we can do the same. We can be a bigger force around the world. Thank you very much. Thank you. المتحدث الرابع نيلسون تراد فيليو رئيس هيئة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ بالبرازيل. سيناتور تراد لبنان الأصل تم اختياره كمنسق لشؤون الكونغرس بالبرازيل. تفضل. I speak in Portuguese. Excelentíssimo senhor presidente Michel Aoun e digníssimos membros e autoridades aqui presentes. Em vossos nomes, saúdo
as demais autoridades e o colendo plenário que enriquece essa manhã. Cultura e civilização fizeram com que, em 1860, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, visitasse o Líbano, estudasse o idioma do fenício Cádmo, inventor do nosso alfabeto, e convidasse insistentemente os libaneses para imigrar para o Brasil. Povoaram eles os vários cantos do Brasil, disseminando, sobretudo no comércio, o bom relacionamento, a honradez, o espírito de camaradagem, a união, a força do vínculo familiar, o entrosamento, atos de solidariedade que os tornaram benquistos e muito queridos. Avançando e povoando os rincões mais afastados e longínquos, tornaram-se pioneiros do progresso e desenvolvimento regionais, propiciando a abertura de cidades, escolas, postos de saúde, centros comunitários, associações de classe e demais profissionais. Que poderia almejar excelências libanesas, esmo senhor presidente, de mais marcante em minha vida do que sublinhar nesse momento em que, representando oficialmente o governo do Brasil, me enseja e propicia nessa ocasião de agradecer ao Líbano o honroso cargo outorgado ao meu avô, cônsul Assaf Trade, a exercer no nosso país, o Brasil, no meu estado natal, Mato Grosso do Sul, a nobilante função de cônsul honorário do Líbano. Se orgulhava muito desse posto, sobretudo a nossa família. Preciso salientar aos senhores, em especial ao excelentíssimo senhor presidente do Líbano, que a influência cultural libanesa é enorme no nosso país. Praticamente em quase todas as famílias brasileiras tem-se lá um libanês ou um descendente. E na nossa sociedade estão em todas as esferas institucionais, políticos, econômicos, educacionais, profissionais liberais. Agora, é digno e injusto que prestemos nesse instante um gesto que remete ao pesar por todos os nossos ancestrais que, num plano superior e espiritual ao lado de Deus, estão orgulhosos desse nosso encontro da libanesa diáspora energia, idealizada em 2014 pelo chanceler Gebran Bazil. Faça aqui a essência da nossa alma e espírito de agregar a todos nós uma única e grande, formosa família brasileira em todo o mundo. Representando a todos os que já partiram para o plano de Deus, deixo aqui uma simples, mas profunda homenagem aos senhores e senhora embaixadores do Líbano do Brasil, Paulo Cordeiro de Andrade e esposa Vera Lúcia Estrela, tragicamente falecidos num acidente na Itália recentemente. Passada a emoção, vamos brindar o futuro e promover de onde viemos. Lutarei para poder inserir o Líbano no Mercosul, pois tomei posse como representante parlamentar há uma semana atrás e trarei isso como meta no nosso mandato que se inicia no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui e brindo. Viva o Líbano! Viva o Brasil! Viva a diáspora! هلا صار وقت نرحب بضيف الشرف السيد ستيفن مكنيل رئيس مقاطعة نوفا سكوتشيا الكندية يلي ساهم من خلال قيمه والتزامه بجذب الاستثمارات لتحقيق أولويات نوفا سكوتشيا على مختلف الأصعدة ومنها الرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب. Thank you. تفضل.
you very much, Your Excellency, Mr. President, Honorable Minister, Lebanese community. It is indeed my honor to be with you. I represent the province of Nova Scotia. We are Canada's largest seafood exporter. And apparently we have a large delegation. I want to say, to tell you, that my main purpose of being here is not to promote the province of Nova Scotia, Your Excellency and Honourable Minister, and I want to thank you, congratulate you for the work that you're doing in reaching out into the global community to connect yourself back in with the diaspora of the Lebanese community. It is what will continue to build your community. But I represent the province of Nova Scotia, and I think the most vibrant Lebanese community outside of Lebanon. I want to tell you, sitting at my cabinet table are two Lebanese women, one who was born in Daman, who has left in more difficult times and came to Nova Scotia and built an extraordinary life for herself. But I want to tell you, her heart has never left Daman. Along sitting beside her is a minister, the Honorable Patricia Arab, who was born in Nova Scotia, but let me tell you, through the roots of her ancestors, her heart and soul is in Lebanon, and how proud I am to be with both of you here in your home country to help promote the relationship and the values that we have as Nova Scotians to the Lebanese population. Your Excellency, Mr. Minister, I want to tell you, I don't think you have a stronger voice in the global community than the Honorable Consulate to Nova Scotia, Wadia Farris. Wadia has continued to drive economic development in our great province. And let me tell you, when I tell you the Lebanese have changed the face of Nova Scotia, they built just about every new building in the last three decades in the province. But literally what they have changed is they've changed the community and the culture of our province. This is a business of economic development of business leaders. But I want to deliver this message to you. Let the foundation of your relationship be culture. When the Lebanese came to Nova Scotia 130 years ago, they never left their faith behind, and they never left their culture behind. You can pray together on Sunday mornings and during the week. You work together, and you celebrate every success that you have together. I can tell you the food, the dance, the celebration. So what has happened, instead of the Lebanese becoming part of Nova Scotia and assimilating into our community, we've embraced the culture of the Lebanese community. It is the foundation of the relationship and the economic future of our province to the Lebanese country. So, Honourable Minister, your initiative to reach out to the Lebanese community, let me tell you to start with the Honourable Wadia Farris and the ministers in my cabinet who have not forgot Lebanon, and while they are working hard in a global community, they continue to believe and invest in Lebanon, they continue to build in the communities they're in, they continue to support their families that are here, they continue to provide a global view, and they continue to make sure that Lebanon and the Lebanon heritage is part of the global view when it comes to Canada and to Nova Scotia. Your Excellency, it is indeed my privilege to have been before you today. I look forward to your remarks. And the Honourable Minister, I look forward to continue to work with you to build a positive relationship for Lebanon and for Nova Scotia. هو يلي دعا كل حدا منكم يفتخر بلبنانيته ببلاد الانتشار، ويلي وصاكم تحافظوا على هويتكم وتاريخكم وجذوركم. هو المؤتمن على وطننا لبنان وعلى الحلم يلي ما بيكمل من دون كل واحد منكم. منرحب بفخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. تفضل كلام لفخامتك. أيها الحضور الكرام، أيها اللبنانيون القادمون من دنيا الانتشار، صار تقليداً أن تلتقوا على أرض لبنان في كل عام، وهو تقليد جميل لأنه يجمعكم من جميع أنحاء العالم ويأتي بكم إلى الوطن الأم. تلتقون، تتعارفون، تنشطون معاً فتقصر المسافات. أنتم فخر لوطنكم، ليس فقط بإبداعاتكم وسيرتكم وإنجازاتكم على مستوى العالم، بل أيضاً بكونكم نموذجاً للتعايش بين الأمم.
اندمجتم حيثما حللتم واستطعتم التأقلم مع عادات وشعوب ولغات مختلفة عنكم. تعايشتم مع كل الحضارات والثقافات والأديان، فلم تشكلوا جسماً غريباً رافضاً ومرفوضاً في المجتمعات التي استقبلتكم، بل على العكس تعلمتم وعملتم وطورتم الشعور الإنساني بين حضارات مختلفة. ميزتكم أنكم أبناء شعب يحمل في جيناته عصارة حضارات تعاقبت على أرضه فأغنت ثقافته وجعلته منفتحاً. ميزتكم أنكم أبناء وطن عاش تجربة قاسية عندما قرر عدد من أبنائه سلوك درب التعصب ورفض الآخر، فدفعوا أغلى الأثمان ولكنهم تعلموا الدرس جيدا. ميزتكم أنكم أبناء مجتمع تعددي تعلم كيف يعيش اختلافه وكيف يحترم حق الآخر بالوجود وبالانتماء وبالتعبير. فعالمنا اليوم تملأه العصبيات الإثنية والعرقية والدينية، عالم سقط فيه الإنسان في هوة اختلافه عن أخيه الإنسان، وجعل من انتماءاته عدواً لإنسانيته، فعمته الفوضى وانتشرت فيه الحروب والمشاهد القاسية والتطرف السائد الذي يولد الإرهاب هو عدوى فكرية سهلت وسائل التواصل الاجتماعي انتشارها، أشعلت الحروب الداخلية والحروب المضادة في محاولة للقضاء عليها. ولكن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، فالسلاح يقتل إنساناً، يدمر منزلاً، يمحو مدناً، ولكنه لا يغير فكرة، بل على العكس يرسخها ويزيدها تطرفاً وتعصباً. وهنا يأتي دور لبنان في هذا العالم، لبنان المحدود والمقيد بالجغرافيا، لبنان الذي لا تتسع مساحته لكتابة اسمه على خريطة العالم، ولكن انتشاره يغطي الكرة الأرضية ويبلغ أضعاف المقيمين فيه. لبنان هذا دوره في رسالته وفي النموذج الذي يمكن أن يقدمه، خصوصاً بعد التجارب التي سبق أن عاشها وعلمته الكثير من العبر، علمته كيف يعيش تعدديته، علمته أن الاختلاف حق وليس سبباً للخلاف، وأن الكراهية والعصبيات والحروب لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الخراب والانهيار، علمته أن الحوار وحده هو طريق الخلاص، طريق السلام لعالم حدوده الإنسان. والتزاماً بهذا الدور أطلقت مبادرة في الأمم المتحدة بترشيح لبنان ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والإثنيات، إلى جانب إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار. فالتلاقي والحوار وتقريب الناس وخصوصاً الشباب من بعضهم البعض وتعريفهم بالحضارات الأخرى تسهل اندماجهم الصحيح في مسيرة تقدم الحضارة الإنسانية وتحصنهم من أي محاولات لاستمالتهم، وهي الوسيلة الفضلى للقضاء على الإرهاب الذي ما زال يشكل خطراً على العالم وعلى الأجيال المقبلة. وهذا ليس فقط دور لبنان، بل أيضاً دوركم، فعليكم أن تكونوا رسل التلاقي والحوار، وأن تبقوا النموذجاً كما أنتم اليوم، وأيضاً أن تدعموا ترشيح لبنان حيث أنتم فاعلون، خصوصاً
وإن المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا من العديد من الدول والهيئات الدولية التي أعربت عن استعدادها لدعمها ومكافأتها. أيها الأحبة، أنتم اليوم تتوزعون على كل دول العالم، ولكنكم أيضا تتوزعون على كل عائلات لبنان. قليلة هي البيوت اللبنانية التي لم تعش غصة الاغتراب، وقليلة أيضا هي البيوت اللبنانية التي لا تتلقى يد العون من الاغتراب. فأنتم دوما إلى جانب عائلاتكم ومجتمعكم ووطنكم، خصوصا عند الشدائد. ولكن على وطنكم الأم أيضا أن يكون إلى جانبكم، أن يبني جسور التواصل والتبادل بينكم وبين أبنائه المقيمين، وأن يجعلكم تشعرون بقوة الجذور والانتماء إلى هوية إنسانية وأرض وحضارة وتراث. من هنا كان إصرارنا الدائم على ترسيخ انتمائكم إلى لبنان عبر إقرار قانون استعادة الجنسية الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من عام، معيداً الحق لمن فقده. وقد صدرت عشرات المراسيم التطبيقية لهذا القانون، استفاد منها أشخاص بينكم فحملوا هوية أرضهم من جديد. ولابد من التذكير أيضاً في هذا السياق بأنه للمرة الأولى في تاريخ الحياة الديمقراطية والبرلمانية في لبنان، شارك المنتشرون اللبنانيون في جميع أقطار العالم ومن البلدان التي يعيشون فيها في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي. ولا شك أن هذه الخطوة ستفتح الأفق واسعاً أمام مشاركة فاعلة للمنتشرين اللبنانيين في الخارج في تقرير مصير وطنهم وخياراته السياسية عبر تجديد الحياة الديمقراطية فيه. أن لبنان يكافح اليوم للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة، خصوصاً في الميدان الاقتصادي، ولكنه يسلك درب التعافي، وكل جهد منكم سيساعده دون شك على المضي قدماً في هذه الدرب. فتذكروا أيها الأبناء الأحباء أن لكم هنا أرضاً، ولكم أيضاً أخوة ما زالوا يبنون عليها ويكافحون من أجلها ويشقون الصخرة ليزرعوها. عشتم وعاش لبنان. ندعو معالي الوزير الخارجية جبران باسيل للصعود إلى المسرح لمنح وسام الاغتراب لبروفيسور جون مارك أيوبي، His Excellency هيدر العلي، Mr. Jesus Saade and Senator Nelson Trad Filo. Please approach the stage. Thank you.
شكرا لكل الحضور. We hope you enjoy your stay in Lebanon. Embrace it. This is your country. This is your homeland. Thank you.